لكم تشلومة والمصباح السحري ورحمة بويا غريبة لا على البيل ولا على الخطر. تشلومة والمصباح السحري، هذا اللي صار في الحلقة اللي فاتت. الليري ياما للي ريال، الليري ياما للي ريال، الليري ياما للي ريال، الليري ياما للي ريال. يا والله حويل، المال يخلف له بال، واني صلبتهم على ريوسهم وجايك يا مصباح جايك. ايكا وعاد يا الاولاد، جا سيدي بولانيه ابو حامد بسويقه للجبانه وصلبتهم على ريوسهم وعرفت حكايه البراد وفهمت للبراد في القصر الرئاسي كيفاش باش نوصل له والله اعلم. اما ما بردت على دمي كان ما خرجت من الجبانه من غير حوايج وخليت تبشوا عندي. يا سي حامد، انا حكيت لك اللي فما. يا ولدي قدري طاح وانت تقول المارد معايا في القهوه، هاو طلع لي من الجبانه ومشيت وتعزيوه. وقيل انا غدوه باش نمشي نعزي داركم فيك. باهي باهي، يقلب علي الموضوع. اي فشلو ما جاء. اهلا بعرفي سي حامد، وانا بلوكه هوني كردونه ما نتشافش. حشيك يا باديس، حشيك يا عدي سي باديس، من فضلك شويه قدر. شويه قدر تو ليزي، فكيت لي المراه وزيد فكيت لي خدمتي، عندك شي حاجه اخرى تحب تفكها؟ يا عدي طمين طمين يا سيدي، كانك على ديوراني سيبتها ما عجبتنيش، وطبيعنا مركبوش على بعضهم. باهي مكتوب على غلب. باهي باهي، زيد العب ببنات الناس. اي برا تبرم، تبرم برا باش يخدم على روحك. اي يا والله حويل، سيب ازدهار. الو يا ازدهار. الو الو، ايه يا فشلومه سي شادلي؟ اش حالك يا سي شادلي؟ بلاي عادي الازدهار. ما في بالك يا اخي؟ في بالي، في بالي بكل شيء، في بالي بدي سايبها وقال لك الواحد على روحه. لا لا، ما في بالك يا اخي، الزهار حبت تنتحر في شرط هذا يا سي باديس. دي ما ورا بالها بالصياغه تعمل 5 ملايين. تنتحر ورا بالها بالصياغه؟ وفين هي تو لاباسه؟ يا وكا ما زالت في السبيطار. يا والله حويل، يما الازدهار. هيا بيه بيه تو نمشي لها. يا سندراي سخفتني، لعب بيها الساقط. تزيد يا فشلومه مكتوب من غير ما تنرفز روحك. طلع ما يستاهلش، راي الصيغه سومه اكثر من 5 ملايين، هكا يعمل فيها ويزالها ويخليها ملوحه في السبيطار. وسع بالك يهديك، يصير راهو. والله ورص امي ما نوريك فيها. ايه يكون منك العقل يهديك، راهو صغير طايش ومازال ضايع فيها. يعمل الله يعمل الله. اي خليني نمشي، ما عادش بكري عليا. ليلتك زين. ايه يا مارد، مارد ناحي دبشك. اهلا بيك سي فشلومة، شنو عملت بعمايلك ومش تفكلنا الصنعة؟ ش قولك في صاحبك فشلومة؟ ايه راجل راجل وعليك الكلام. يا مارد تو كل شيء توضح، وعرفنا المصباح في قصر الرئاسة. باهي، شنو هو المشكل تو؟ المشكلة كيفاش باش تدخل لقصر الرئاسة؟ لا موش صعيبة هذه. عندك الحل؟ اي نعم عندي الحل. نحويلكم تشلومة والمصباح السحري ورحمة بويا غريبة لا على البال ولا على الخطر. تشلومة والمصباح السحري.